ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور رنا البنا، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر، كايرو كوزمو منصوره برانش. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم عدد كبير جدا من البنات، وهي مشاكل اسمرار البشره من الشمس واياد البشره بعد فتره الامتحانات والمصايف. طبعا كلنا عارفين ان الصيف والشمس والتراب من اكتر الاسباب اللي بتاثر على البشره وبتخليها مجهده وفي شكل غير صحي، وكمان بتدينا شكل اكبر من سننا. علشان كده لازم نحافظ على بشرتنا بصفه دايمه ان انا بعمل ليها سيشنز، ان انا افتح الاسمرار ده او اجدد خلايا البشره، وده بعمله عن طريق سيشنز من الديرما بين او الفراكشنال ليزر اللي انا بضيف عليها مواد سواء بتديني الافكت التفتيح او النضاره. ومن اشهر المواد اللي بحب استخدمها هو البينيف، وهو عباره عن جراس فاكتورز او عوامل النمو، في منها البينيف برايت وده بستخدمه لعلاج اسمرار البشره والهالات السمراء اللي حوالين العين، وفي عندي البينيف ريجوفينيشن وده بيجدد لي خلايا البشره، بيعالج اثار حب الشباب والجروح وكمان المسام الواسعه. وطبعا عدد السيشنز اللي انا بحددها بتبقى على حسب كل حاله عن طريق التشخيص والحاله بتحتاجه. اهم حاجه ان انا انتظم في عدد السيشنز بتاعتي اللي انا بحددها مع الدكتور علشان اوصل للنتيجه العلاجيه المطلوبه.